كم صار لك بتتابعني؟ سنة؟ سنتين؟ ثلاثة؟ أربع سنين؟ ماشي حلو، أربع سنين. اليوم جايب لكم واحد من المتابعين بيحكي لي إنه صار له أربع سنين بتابعني، ولكن قبل ما يحكي لي هذا الحكي كان باعت لي بيقول لي أنا عمري 11، وبعد مرور سنة على الرسالة لأني شفتها بعدين كتب لي رسالة تانية، كتب لي عمري 12 وبدي ألعبك، وبعدين بكتب لي إني بتابعك من أربع سنين. فأنا صفنت، أنت عمرك 12 وبتتابعني صار لك أربع سنين، معناته كان عمره 8 سنين وهو بيلاعبني. من عمرك 8 سنين بتتابعني؟ يا ساتر. حكى لي انه بده يلعب معي 1 في 1 رشاش، وانا قلبي الحنون، ما بقدر احكي له لا. اللي بعت لي اشياء اسخف من هيك بكثير لعبته، فما بالك واحد بيتابعني صار له 4 سنين، يعني كبر معي يا اخوان، ايش في؟ كان شكرا لكل واحد بيتابعني، سواء انت اليوم تابعتني او حاليا راح تتابعني، صح؟ حاليا خلينا نجيب الاخ عبد الله و نرجع لكم. اهلا بالمتابع القديم، يعني يمكن تطلع اقدم متابع في القناه على كلامك، اربع سنين يعني او ماي جاد. صراحه في البدايه تستاهل اصور معك فيديو، اقسم بالله. لا 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 ما في داعي، صدقتك انا لو مو مصدقك ما صورت معك. سالتك اي سلاح حاب تلعب، رشاش، اس ام جي، سنايبر، اي ار. دقيقة، هو رشاش نفس نادي، ما علينا، أي سلاح بدك تلعب؟ ما بدك سنايبر يا عم، خلص اختار أي سلاح بدك. فينك؟ والله زمان على فينك أكيد طبعا، ولا يهمك. خلي الروم من 21، زودها شوي، أو أقول لك خلاص خليها 15 وبنلعب سلاح تاني، شو رأيك؟ نلعب جيمين. روح يا عبد الله، روح طالع، روح طالع يا عبد الله، الله يستر. بس الله يستر، لسه في عنا روم ثاني يا جماعة، احتمال بكرة راح يكون ضد لاعبة مصنفة الأولى على العالم. مش شيء مغري صح؟ بثلاث أسلحة، هي الأولى على العالم بثلاث أسلحة. أنا مش عارف، حاسس إنه مش أحسن كلاس أنا استخدمته للفينك. والله وحش عبد الله، يعني عاش عليك. تقريبا بستخدم نفس التركيبة تبعتي. صدتك عبد الله، يعني مش عارف أنت بتتابعني صار لك أربع سنين ما اكتشفت إن أنا غير مفيد من ناحية التعلم؟ مين بتعلم مني اشي؟ جد يعني انا بستغرب اذا واحد يحكي لي والله صرت محترف من وراك. اصبر عبود، اصبر حبيبي، اصبر ساتر، هد شوي اعصابك. عبود المفروض تعلمت من الكمبرة، بس هذا الشيء الوحيد اللي ينفع. لا متعب، لا لا محلاني وانا ميت. هو لازم تسهل معه شوي عشان قديم يعني من اربع سنين، مش عارف. انا اسف عبد الله، يبدو انك تلعب على بينج عالي او فريماتك مضروبه. والله يا عبد الله ما بعرف شو المشكله، بس يعني يبدو اني شوي هيك معرق حاليا. عبود، عبود حبيبي، عبود، عبود حبيبي، خلينا نتنفس. طبعا الاكسجين مفيد للصحة. لا لا لا، في غدرة، في غدرة. قطعت نفسي، حرام عليك تقول لي تنفس ما تتنفس. خذ. الموضوع محرج يا جماعة. طيب لا لا عبود، انت يعني انا مش شايفني قاعد بطلع فوق، المفروض تشيلني. هيب فاير شو؟ اسف والله، يعني يبدو انه هذا اخر يوم راح تتابعني فيه. شكله اخر يوم راح اتابع قناتي، راح نخسر متابع، عشان هيك بقول لكم اشتركوا. طيب فيك تعتبر انه هاي تخاذل مني، وفيك تعتبر انه عادي هو شايلني فعلا. اوكي فينش. لا 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 لا، مش قصدي والله، مش قصدي، اسف 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 اسف، مش قصدي. والله بتعرفوا ناوي يهرب صدقا. خلينا نجرب سلاحك. دقيقة، هو سلاحي يا عمي، يا عمي هات سلاح، تعال شوف شو في عندك. عبود 13 كيل. دقيقة، هو مش كنت 13 هسه ولا 12؟ لحظة شوف، عبود لازم يتعلم هاي الحركة، اسمها هيك التنبؤ.
يمين يسار. عليك بتركيباتي. صح اني سارقها من المقترحة، بس يعني استخدمها. حاب اشيلك هيب فاير عبود، شو رايك؟ ما زبطت هيب فاير، مع الاسف. بالضبط بالضبط هيب فاير. خلينا نعطيه فرصة ثانية لأنه يعني بيستاهل، بحس بيستاهل، والفيديو بشي يوصل 8 دقايق هيك، فنزود شوي. شو رايك سنايبر؟ والله زي ما بدك، سنايبر سنايبر طبعا طبعا. يلا ان شاء الله تكون هيك سخنت وامورك تمام. صارت بدون اي كلام، بدون اي حكي زايد. لا قمر ده، يا ساتر كيف خبطته، يا ساتر. متى بيفعل انبوت؟ متى بيفعل انبوت؟ متى بيفعل انبوت؟ معلش معلش هب فاير، معلش. شو اسمه؟ وين راح؟ يا ساتر يا متعب، يا ساتر يا ساتر. ماذا تفعل؟ عبد الله يا اخي. تركيز ضاع، تركيز ضاع، تركيز ضاع حرفيا. معلش عبد الله، يعني ما بعرف اذا بتلعب عليه اللي حاس به. والله لقيت خبطك وبعد خبطك بعد. ايش في؟ امريلي سوري، امريلي سوري. نشوف سنايبرك عبود، سنايبر الجولد. ما بدور عليه يا حبيبي. ليش لما ادخل ضد المحترفين ما بعمل هيك فيهم؟ ليش المتابعين المساكين هيك بعمل فيهم؟ هذا عنف ضد المتابعين. شوف يعني شو اعمل، شو اعمل انا عبد الله؟ مش عارف شو احكي لك. حلو عبد الله، حلو، جميل جميل. يا ساتر يا ساتر، زبطت. يا الله يا الله، متعب انك تبدع. شوف هذا هو الحكي الصح. وين الستيكر؟ ما طلع. شو نوع جهازك انت اللي بتلعب عليه؟ اندرويد. خلص وصلت. فيديو خفيف لطيف، جبرنا فيه خاطر متابع، كسرناه من النص. يعني اشتركوا اليوم، اشتركوا اليوم عشان نلعب معكم بعد 4 سنين، ونشوفكم فيديو جاي. مين ديفل توكل.